تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلوديا بحنة. كلوديا، يعني أهمية اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي البطار. في الواقع ليس من معلومات مؤكدة حول هذا الاجتماع. مجلس القضاء الأعلى هو انعقد لأن الأعضاء اكتمل النصاب بعدما أخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة علما بتعيين أعضاء جدد، وأصبح لديه نصابه القانوني ويمكنه الاجتماع لتسيير الأعمال القضائية. أما بالنسبة إلى القاضي طارق البطار المحقق العدلي في جريمة المرفأ، فتشير المعلومات إلى أنه داوم في مكتبه اليوم لأنه لم يعد متوقفا عن عمله بعدما أقرت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز الأسبوع الماضي بعدم القبول بطلب كف يده عن الدعوة في الدعوة المقدمة بحقه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ولكن ماذا سيحصل بعد الآن في هذا المجال؟ هل سيجتمع القاضي طارق البطار بمجلس القضاء الأعلى؟ هل ستكون هناك مداولات سرية غير معلنة للاتفاق والتوافق على معالم المرحلة المقبلة بالنسبة إلى التحقيق ومصير المحقق؟ طيب، هذا الأمر يخضع لكثير من المداولات. ماذا عن الوقفة التضامنية أمام قصر العدل؟ هذه الوقفة التضامنية لتأكيد أن هناك جهات في لبنان تؤيد استكمال عمل المحقق العدلي القاضي طارق البطار وعدم توقفه عن مهامه ودعمه حتى يصدر القرار الظني في جريمة مرفأ بيروت. لذا كانت هذه الوقفة التضامنية التي رفض المشاركون فيها المواقف التي أدلى بها بالأمس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأكد المشاركون في هذه الوقفة وغالبيتهم من مجموعات معارضة لحزب الله أكدوا ضرورة أن يكون للدولة كلمتها وليس للأحزاب في موضوع التحقيق في جريمة المرفأ. في أي حال، إلى أين مسار هذا التحقيق؟ يبدو أن السعي مستمر لفصل الشأن السياسي أو التداعيات السياسية لأحداث الطيوني عن التداعيات القانونية، بحيث أن تستمر الحكومة بمهماتها ويتم بالانتقال إيجاد إلى نقطة أخرى للأزمة. كلودي، ماذا عن مخرجات جلسة مجلس النواب وأهمية التصديق على موعد الانتخابات؟ المجلس النيابي أقر موعد الانتخابات في 27 من أذار مارس المقبل. هذا الموضوع سيبقى مفتوحا. كانت هناك معارضة وتحفظ من التيار الوطني الحر حول موعد الانتخابات، وأيضا من كتل أخرى حول عدم إقرار كتة نسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، وأيضا موضوع اقتراع المغتربين للنواب 128. الموضوع لن يقفل بشكل سريع، سيبقى مفتوحا وهناك وقت للبحث في كل هذه التفاصيل، لأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال إننا سنقدم طعنا أمام المجلس الدستوري بهذا القانون. في أي حال، ثمت من يعتبر أنه من الآن حتى هذا الموعد قد لا تجرى الانتخابات، الظروف في لبنان قد لا تساعد على إجراء هذه الانتخابات، لذا الأمر سوف يبقى مفتوحا. أما المهم في البرلمان فهو ابتعاده عن التطرق إلى موضوع التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وعدم إقرار أي اقتراح قانون معجل مكرر كما تردد سابقا لإنشاء هيئة اتهامية. هذا يعني أن السلطة التشريعية نأت بنفسها عن هذا الموضوع الذي يبدو كما كنت أقول لك أنه سيكون موضع بحث قانوني الجهات القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، للتوصل إلى حل ما لهذه الأزمة، لأن الحاجة في لبنان ماسة للمضي قدما بالعمل السياسي وبالعمل الحكومي. فاليوم مسؤول صندوق النقد الدولي في الدول العربية كان موجودا في لبنان وسيواصل زيارته، التقى رئيس الجمهورية وسيلتقي رئيس الحكومة من أجل البحث في خطة تعافي مالي، وذلك على وقع الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها. كلوديا بيحنا مراسلة الغد، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا.